السلام عليكم ليكيب. على بالي سيبون يا خوتي بلا تطياح، على بالي طولت عليكم شوية، هي مشي شوية بزاف. طيب يا خوتي الدنيا صعيبة، الخدمة، القراية، المصاريف، السوال، خلاص بالله فمك خو. المفيد اليوم كما راكم تقراو من التيتل راح نهضر لكم على الفرق بين الثقافة تاع إنسان جزيري والثقافة تاع إنسان أجنبي. وكي نقول لك أجنبي باينة بلي الدول متطورة ماشي كازاخستان ولا فاهمين. نبدأ بالحاجة الأولى وهي التربية. التربية في الدول المتطورة الآباء عندهم عقلية عن ربي وليدي شغل حضاريا، يعني من دون استخدام العنف ودوك صوالح. الشيء هذا اللي خلى أولادهم يخرجوا بزاف طريينك وفاهمين خالد، وفي بعض الحالات تلقى أولادهم يشكيوا بيهم في المحكمة. علاش؟ خاطش باباه ما شرالوش بلايسانك ولا أقدر ما نباليش ما خلاهش يخرج نهار الحد. المفيد أما في الجزائر العميقة يا خوتي فتلقى العكس تماما. تلقى الآباء في الجزائر كنت تديهم يحاربوا نورمال، ما تتلفلوش قاع يا أخو، ما يتبحرش في الحرب. علاه؟ هذا بحكم التجربة اللي عنده في الضرب والتعذيب والقمع. الأب الجزائري تلقاه ديكتاتوري، كل كلمة تبعها سقلة، راك فاهم؟ يعني أي غلطة تديها تجي موراها سقلة، ما يسقسيكش قاع حتى يكون جا هو الغلط يجي تعطي لك سقلة. أما الأم الجزائرية فتمتاز ببعض الحنانة، ولكن يا خوتي ما تتهوروش، المظاهر خداعة. الأب تلقاه من الخدمة للدار، ثم الأم هي اللي تنفذ كل العمليات الضرب والقمع والتعذيب الوحشي. وهنا يتم استخدام عدة أدوات، منها أدوات بعيدة المدى كيما البليغة ولا السبتة، أو قريبة المدى كيما الدبازي السقالي أو حتى التقراص. وكل هذه الأمور تعطي لك أولاد في قمة التربية والأخلاق. بصح في هذا الوقت بدأت الأمور تتبدل شوية، خاطش بدينا نرفدو من عند القور ووسائل التواصل الاجتماعي راك فاهم. وهي أنا الموقف تاعي صريح جدا وواضح، أنا مع الضرب خوتي. الضرب مفيد للأجيال، الضرب يسقم من لاقى الأجيال القادمة. وعندنا سلبيات بزاف كي نحينا الضرب، وهي هاد السلبيات لقيناهم في المسيد أو المدرسة كيما فاهمين، طيحوا ما تفهموش معناتها مسيد. وين ولينا نلقاو دراري يحرشوا بالأستاذ تاعهم بعد ما كان الأستاذ هو الشخص اللي تخافوا أكثر من والديك، خاصة إذا كانت عنده مسطرة تحديد. خوتي أنا جامي شتي في تاع مونغلي قرينا تبلق وير صاحبي صاحب قر هاي صار هاي صافي دوك راكم حابين تشوفوه دوك نوروه ها هو ليك مهبول او شاف براي صاحبي احكي لي شنو جاي جواني نعم انها المخدرات. وبما اننا نحكو على المسيد، الاجانب تلقى عندهم مسيد شغل حاجه شابه راك فاهم، المساغر قاعد تنوض فرحانه اونفون رايحين يقراو، عندهم هذاك الكار الاصفر تاعهم. بصح حنا عندنا لا تلقاه مديقوتي زعفان يجيب لك اي سبب باش ما يروحش يقرا كيما هاد السيد. قصة غريبة تحدث مع تلميذ إسلام الذي وقع ضحية سحر حرمه من الدراسة منذ سنة ونصف، حيث كلما رأى كتابا أو سمع كلمة مدرسة حل بك حل لو خلاص راح الكتاب حل يصاب بإغماء مفاجئ مصحوب بفقدان الرؤية وعدم القدرة على الكلام. بالنسبة للتنمر عند الأجانب تلقى شغل في المسيد تاعهم، تلقى هذاك المتنمر شغل انسان شعره اصفر يلبس هذيك الفيستا تاع ما على باليش تاع الركبي ولا دوك صوالح، شغل باين باللي متنمر. بصح حنا في الجزائر العكس خاوي، نقدروا نقولوا انه التنمر في الجزائر ما كانش، خاطش الخاوه قاع تلقاها تتنمر على بعضها. في الجزائر ما كاش انسان عاقل، قاع عندنا موهبه التنمر، التنمر يمشي لنا في الدم خاوي. بالنسبه للدبزه نبداو بالاجانب، هما صح شغل مهابل اللي تريشوا بالسلاح طايحين مهابل. بصح عندهم حاجه هي كي تتخلط يعيطوا لابوليس، شغل اللي يعيطوا لابوليس لابوليس تاعهم يفروها ديرك. حنا العكس في الجزائر تتخلط ونقولوا زعما انسان تحاملوا برا،
هذا الانسان عنده زوج خيارات فقط، الخيار الاول هو لابوليس والخيار الثاني ولاد حومته، وبالطبع راه خير ولاد حومته خاطش حنا عندنا لابوليس شغل دايرين الخدمه قصره، دايرين الخدمه غوسطو. دوك نعطيكم مثال، ايماجيني انت ضربوك وراك راح تعيط لابوليس، راهي راح تخرج هكا: الو معك مصلحه الامن الوطني، واش عندك خويا العزيز؟ 17 بلاد انت حنا تهبطوا بلاكاوني بلاكاوني بدوش لي نيسان. أنا نمشي مع صاحبي في امان الله، نمشي في امان الله رايحين. يا ليزوم اهدر بعقلك، الكاسك عيان ومانيش نسمع فيك. قالينا قالينا تزيرت حشاك وحبيت البول تزيرت قالينا حنا قالينا بلاكاوني جلي نيسان عبالنا الدوله، حنا عبالنا الدوله حتى عطولي بصوات طرف دي سلاح واحد طازل، ما فهمت انا كل واحد وش لافت كل واحد وش لافت. حهرت نجي لفاتك الحصيدة صاحبي كان داخل حروس المبروشة ولوش جع. نعم انا معك عزيز المواطن، كمل. حامد حامد حرام البصاش حام رام خازرين. معليش معليش اسمح لي اخوي المواطن، نسيت الجع المفيد، حكموك تقبوك بالمخبط والضرب وراك حابنا نحكموهم، ماشي مشكل عزيز ماشي مشكل. بس شوف العباد ماشي سهلة. دوك نتخذوا كامل الإجراءات القانونية معاهم. حميد انت قلت لي حقيقة المعاجب حميد، شو راكو فاهمين لابوليس عندنا ماشي سيريو يعني داين الخدمة حراش. المفيد دوك نروحوا للماكلة، الماكلة في الجزائر هي والحرب كيف كيف يا خاوتي، شغل راك تحارب، حنا عندنا كي نكملوا الماكلة نكملوا عرقانين عيانين، تروح تدوش نورمال. هاد الهضرة تقدر تطبقها سورتو في المناسبات، خاطش حنا عندنا العشاء في المناسبات عنده سرعة مناسبة، كون انت تكون تقيل شوية على هذيك السرعة ما يصح لك والو في الطابلة يا بصح. لهيك عند خاوتك الزمنقر تلقاهم شغل حاطين طابلة فيها كل ما لذ وطاب، ترفد بعقلك تاكل انتيك نورمال. اما العشاء ديالهم فتلقاهم شغل ياكلوا ساكتين بلا حس بلا والو نورمال، ما تجيناش كاع تاكل وتنوض. بصح حنا كانسان زيري ما نقدروش نعيشوا معاهم، راك فاهم تحرش بيا يا اخو ناكلوا ساكتين، افضل المواضع اللي قادر تقصر عليهم يجوك في العشاء يا اخو، ما كاش موضوع حساس ومهم يجيك تكون قاعد هكا تتفرج ولا لا لا، لازم تكون تتعشى باش يجيك هذاك الموضوع في راسك. المهم خاوتي هذا كان فيديو خفيف شغل العوده راكو فاهمين، لايك سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. Peace.